عنقاء جسم الحزن على كل البيوت وتدلى من خيوط العنكبوت وجه إنسان تغشيه ارتعاشات ورعب وابتهال وبعينيه سؤال أين أنا بين هذا الصراع كم كنت في البؤس أجول أعواما ظننتها لن تطول فهي التي بيني وبين القدر تحول ما بك أيها المختصر لما أنت غاضب ألأنك للجرائم ترتكب دمرت المدينة السيف والسفينة يلها من جريمة أماتت فينا العزيمة أماتت شوق الأحبة لم تبغى إنعاش هذه الوحدة أو حتى إعطاءها ترياق المحبة تلك الجريمة الرعناء شوبت فينا الصفاء أينعت فينا الجفاء جعلت الحب ابتلاء صار الموت والحياة سواء أصابت قلوبنا كهداء ولم يكفيها بهذا اعتداء تحب أن نمسي تعساء لم تفهم بعد أننا بؤساء منذ حضورها تفتنا أشلاء أغرقتنا بالدماء حتى أوشكنا على الانتهاء منعتنا الارتواء حتى من الهواء حتى أصبحنا للحب فقراء فلم نجد مكانا للالتجاء غير هذا الشقاء ألم يكفيه بنا استهزاء بالطبع لا فالأمرض يفعل ما يشاء ذلك الوقت ألم يعلم أننا عنقاء.